عاقبنا ليلة ليلة جحيم. هذا واش راح نقول؟ ليلة شهبة مش جحيم. هذه كما قال الاخر كما يبقى هذا ترونسفو كما هذا خطر علينا وعلى اولادنا وعلى الواحد. هذه ماشي وابريزير بريز درنا لا رومارك للمسائل تاع 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 لوجيا تاع لا بيسي تاع اونيفو دو لا بريغاد، قلنا لهم باللي هذا راه خطر علينا. الواحد تاع تريسيتي هذه او قدام سكان ديجا والناس معديه فهمتي، وبعدها محطه تاع ايسونس كنت فلقت المحطه هذه مش تدير تدي 100 تروح. شوف عينيك زي مانو من با ان متر بحداهم راهو ديكا كبير زعما توقع مع الغاز. عطب اللي صرا لي امس حوالي العاشره ليلا، السبب تاعو الرئيسي هو لاليموطاسيون تاع ليكليراج بيبليك اللي داين بطريقه فوضويه، واشاك فوا نجيو نيزولوهم ويعاودوا يرجعوا لاليموطاسيون تاعهم بطريقه غير شرعيه.